بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. حياكم الله طلابنا الأعزاء في درسنا اليوم، حل أسئلة درس اسم الله تعالى العظيم. السؤال الأول، يبين معنى اسم الله تعالى العظيم. هو اسم من أسماء الله تعالى، يعني أن الله تعالى له مكانة عالية وصفات كاملة. السؤال الثاني، أستنتج أثرين من آثار الإيمان باسم الله تعالى. واحد، يشعر المسلم بفضل الله تعالى على عباده. اثنين، يزداد إيمان المؤمن، يزداد إيمان الإنسان المؤمن. السؤال الثالث، أبين كيف أعظم الله تعالى في كل موقف مما يأتي. نادى المؤذن لصلاة الظهر وأنا في بيتي. إذا نادى المؤذن للصلاة كيف أعظم الله تعالى؟ أعظم الله بأن أسمع للأذان، ومن ثم أجهز نفسي حتى أذهب للمسجد وأصلي. ب، خرجت في رحلة في ربوع وطني وأدهشني منظر جبالها ونباتاتها وأرضها. أسبح الله عز وجل وأتأمل في عظمته في خلق هذه المخلوقات. ونتمنى منكم نقل الأجوبة، ويعطيكم العافية.